بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون ويا أيتها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة فضيلة الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميدي كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا. أيضا يمتد ترحيبنا إلى كل الإخوة الذين معنا، الطلاب الذين معنا هنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم. ولكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البرنامج نقول لهم جميعا أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، نسعد بتواصلكم واتصالكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، ومن خلال زيارة موقع الأكاديمية الإسلامية كما هو ظاهر أمامكم على الشاشة. نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذا الدرس الطيب المبارك، وعلى بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستفتح بالذي هو خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا على من يتحدث فيه ويصغي إليه ويتعلم. في مستهل اللقاء الحقيقة هناك بعض الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يتركها دون تعليق عليها، ومن أهمها ما أراه من إقبال الإخوة الحاضرين معنا هنا في هذا المكان من الشباب الحريصين على الطلب والاستفادة، فإني أرى إقبالهم على حضور هذا الدرس، بل إني أعلم أن هناك من الطلاب من لم يتيسر له المكان للجلوس للاستماع لدرس النحو، وهذا يلغي المقولة التي تذكر أن النحو قليل طلابه، ويبشر هذا بأن أهل هذا اللسان العربي وأهل العربية وطلبة العلم بصفة عامة حريصون على دراسة لسان كتاب ربهم، لأن هذا هو مفتاح العلوم. أحب في مستهل اللقاء، بعد أن ذكر الأستاذ أحمد بالتواصل عن طريق الاتصال الشبكي، وما دام الاتصال اليوم مفتوحا لاستقبال مشاركات واستفسارات المشاهدين والمتابعين، وسيكون هناك إن شاء الله تعالى بإذن الله استقبال لهذه المشاركات من خلال اللقاء بين كل آونة وأخرى خلال هذا البرنامج. أحب أن أستفتح الأمر ببعض باستفسار أو استفسارين أو سؤال أو سؤالين للحاضرين معنا من الشباب، للتأكد من متابعتهم لما سبق من موضوعات مرت بنا في اللقاء السابق. أول ما أسأل عنه، عن ما نحن تحدثنا فيما سبق عن علامات الاسم. أولا، ما المقصود بعلامات الاسم؟ قبل أن نذكر هذه العلامات، ما المقصود والفائدة من معرفة علامات الاسم؟ نعم، تفضل أخ محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود بعلامات الاسم التي هي التي تدخل على الاسم فتبين أنه اسما لا فعلا أو حرفا، أنه اسم لا فعل ولا حرف. هذا صحيح، لأن نحن الآن نريد أن نميز بين أنواع الكلمة الثلاثة، وهذا لا يتحقق إلا بمعرفة علامة كل نوع. ما الذي مر بنا من علامات الاسم مما ذكره المصنف؟ مر بنا الجر أو الخفض والتنوين وأل. هذا صحيح. إذن هذه العلامات التي مرت الثلاث،
وأحب هنا في مدام ما دمنا تحدثنا عن أل وقبل أن نغادرها التنبيه على أمر. نحن نسمع أو نعرف أن في تسمية بعض الأسر أن يقال مثلا العمر العثمان، فهل أل هذه ربما يسأل سائل ويقول هل أل هذه هل هي المعرفة أو الزائدة أو ماذا تكون؟ والحق أن أل هذه ليست هي التي من علامات الاسم، وإنما هي فيما يظهر هي اختصار دعت إليه اللغة الدارجة، وأصلها آل، بمعنى والآل هو الأهل، فأصلها آل فلان، ومع الدرج أو مع كثرة الاستعمال اختصرت إلى آل فلان. وهذا لا يعني أنها تحولت من اسم إلى حرف، لكنها فقط في نطقها أشبهت حرف التعريف، وإلا فالكلمة كما تعرفون معرفة أصلا لأنها علم في البداية، فليست في حاجة إلى أن تعرف، وإنما هي اختصار لآل فلان، فقيل آل فلان اختصارا. نقرأ المتن الشيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. هنا عدد أو ذكر العلامة الرابعة التي يراها هو علامة رابعة من علامات الاسم، وسماها حروف الخفض. قد سبق بيان أن مصطلح الخفض هو مصطلح كوفي، وهذا يدل على انتهاج ابن آج الروم مصطلحات أو حرصه على انتهاج المنهج الكوفي باستعماله مصطلحاتهم، وهي تسمية الجر خفضا، ونحن نعرف أن البصريين يسمونه الجر ولا مشاحة، فالأمر واحد. وعلى قوله وحروف الخفض ثم سردها بعد ذلك مأخذ، لأن هذا متن مختصر، بل إنه شديد الاختصار، وتكرار الحديث عن الخفض مرة الخفض عامة ومرة حروف الخفض يناقض طبيعة الاختصار والإيجاز، لأن في الشرح نعم أفصل، لكن في المتن الذي وضع للحفظ وللإيجاز يفترض أن لا يكون فيه تكرار، وفي قوله وحروف الخفض بعد قوله في البداية الخفض فيه تكرار لا يسوغ في مثل هذا المتن شديد الإيجاز. حروف الخفض ذكرها ابن أجر الروم كما مرت منذ قليل وكما هو مثبت في كلامه، ليس هناك حاجة إلى تكرارها. أحب أن أنبه هنا أو أذكر هنا أن ابن مالك في ألفيته قد ذكر من حروف الجر ما هو أكثر مما ذكره ابن أجر الروم هنا. ذكر ابن مالك في الألفية 20 حرفا. هذه الحروف حروف الجر منها ما هو لا يأتي إلا حرف جر، ومنها ما هو يأتي حرف جر وغير حرف جر، ومجموعها عند ابن مالك 20 حرفا جمعها في بيتين من أبيات الألفية، فقال: هاك حروف الجر وهي، ثم بدأ بتعدادها: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هذه 20 حرفا، وبعضهم زاد عليها أيضا لولا عندما تكون جارة للضمير المتصل في قولك لولايا أو لولاك أو لولاه، عند من يرى أنها تجر الحرف تجر الضمير في هذا المقام، تجر أنها حرف جر تجر الضمير في هذا المقام. لا داعي لتفصيل أو لذكر هذه الحروف، وقد ذكرها هو بالتفصيل، لكن المهم ذكر ما يحسن الوقوف عنده من هذه الحروف. رب من الحروف التي في استعمالها نوع من يعني يحتاج إلى أن يتوقف عندها قليلا، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فنجد رب هذه حرف جر كما ترون، ونجد الشاعر يقول: ألا رب مولود وليس له أب
وذي ولد لم يلده أبوان فيقول رب مولود فتجر أيضا. فقد اتفق المثالان أو الشاهدان على جر رب لما بعدها، لكن اختلفا في المعنى. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، ما معنى هل هو يقول إن ما المعنى الذي أفادته رب هنا؟ هل أفادت أن هناك عدد قليل ممن يتصفن بهذه الصفة، أو أن هناك عددا كثيرا ممن يتصفن بهذه الصفة؟ الجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتبين من الحديث أنه يقصد أن هناك كثيرات يتصفن بهذه الصفة، فكأن رب تفيد التكثير، والذي نعرفه عن رب أنها تفيد التقليل. فإذا هذا الحرف دل على معنيين متضادين، فمرة يدل على التكثير كما في الحديث، ومرة يدل على التقليل كما تقول رب رجل جاء يعني قليل. وفي المثال الشعر الذي ذكر منذ قليل ألا رب مولود وليس له أب، فهذا نادر، لأن الأصل أن المولود له والد، ليس هناك مولود بطبيعة الأمر إلا وله أب ووالد. فأن يقال ليس رب مولود ليس له أب هذا من القليل. دعوني أسأل عن معنى هذا البيت ألا رب مولود، إن كتبتموه حتى تستحضروا المعنى فيه، ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان. طبعا أصله لم يلده، لكن حركت الدال لاستقامة الوزن، وحركت بالكسر، وإلا فأصلها أن الفعل مجزوم بلم. من هو المولود الذي ليس له أب، ومن هو ذي الولد الذي لم يلده أبوان؟ من يعرف منكم؟ تفضل حمزة. مولود الذي ليس له أب آدم عليه السلام، المولود الذي لم يلده أب، مولود وليس له أب ووالد لم يلده أبوان، المولود الذي ليس له أب آدم عليه السلام. هو مولود آدم؟ لا، مخلوق. إذن ليس مولودا، نحن نريد مولود وليس له أب. مولود. الأخ عبد العزيز عنده إجابة. المولود الذي ليس له أب هو عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام. وذو الولد أو الوالد الذي لم يلده آدم عليه السلام. آدم، هنا آدم. يتبين إذن من التمثيل لرب في الحالتين أنها تستعمل للتكثير وتستعمل للتقليل، فهي تستعمل لمعنيين متضادين. قد يقول قائل هذا يخالف الوضوح والبيان الذي تفيده العربية، لأن الأصل أن الألفاظ الموجودة في العربية لبيان معاني واضحة، فعندما تكون الكلمة قابلة لهذا ولهذا فهذا إلباس. والجواب، هل منكم من يستطيع يجيب على هذا؟ كيف تستعمل الكلمة للشيء وضده؟ كيف يكون في العربية مثلا ألفاظ تفيد الأضداد، كأن يسمى الجون الأسود للأسود والأبيض، والوشل للقليل والكثير، والجلل للعظيم والحقير، فيقال مثلا هذا أمر جلل أي خطير، وتقول القائلة كل مصيبة بعدك جلل يعني حقيرة أمرها يسير. فكيف يكون العربية التي هي لسان البيان والإيضاح محتملة للمعنى وضده، وهذا يخالف البيان والإيضاح المقصود؟ تفضل. هذا يكون بحسب اختلاف لهجات العرب من لهجة إلى لهجة ومن قبيلة إلى قبيلة، فالجون في قبيلة يستعمل للأبيض وفي قبيلة أخرى يستعمل للأسود. هذا سليم، لكن لا أزال مقيما السؤال الآن بعد أن صارت الكلمة مستعملة في الكلام العربي الفصيح للدلالة على هذا الشيء ولضده، أنا أيها السامع كيف أعرف أن المقصود هو الشيء أو المقصود هو ضده؟ من خلال السياق. السياق من خلال سياق الكلام. إذن سياق الكلام هو الذي يحدد لي المعاني المختلفة، وبناء على ذلك فأنا أستطيع من خلال السياق أن أعرف
هل هذا هو المعنى أو هو ضده؟ فإذا جاءتني رب في مثل قوله رب مولود وليس له أب، أنا أعرف أن المولود الأصل أن يكون له أب، فعندما يأتي مثل هذا فالمقصود التقليل والندرة، فهي هنا للتقليل. كما أنه عندما تقول القائلة في مقام النعي كل مصيبة بعدك جلل، فهي قطعا تقصد أن هذه المصيبة الموجودة عظيمة وكل مصيبة بعدها حقيرة ويسيرة، مع أن الجلل كما نعرف في الاستعمال الأصل فيه الجلل هو الشيء العظيم الكبير. طيب إن كان هناك حتى الآن شيء هذا، وإلا وصلنا في المؤلف اختصر كثيرا فاكتفى بهذه العلامات للاسم، جعل الاسم يدل على هذه العلامات، لكن العلماء ذكروا أيضا أشياء تميز الاسم غير ما ذكره المصنف في هذا المقام. مثلا النداء لا ينادى إلا الأسماء، فأنت أيها المتكلم لا يصح أن تنادي الفعل، كما أنك لا تنادي الحرف، لا تنادي إلا شيء له جسم وله استجابة حتى يستقبل مناداتك ويستجيب لها، والأفعال والحروف ليس لها هذه الصفة، ومن ثم صار النداء أحد علامات الأسماء. فعندما يأتي في الآية مثلا يا أخت هارون، فأخت اسم، ودليل اسميتها أنها نوديت، لأن الأسماء لأن الأفعال والحروف لا تنادى. طيب أسأل سؤالا، الله سبحانه وتعالى يحكي عن بعض الصالحين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، يا ليت قومي يعلمون. نحن الآن نقول إن النداء أحد علامات الأسماء أو إحدى علامات الأسماء، هنا يا ما الذي جاء بعدها؟ ليت، وليت هذه حرف وليست اسما ولا فعلا، فكيف نقول إن النداء من علامات الأسماء وقد دخلت هنا على الحرف؟ أخذ إجابة الأستاذ عبد العزيز، تفضل. يتؤول هذه الآية بإحدى طريقتين، الأولى أن يكون المنادى محذوفا فنقول يا هؤلاء ليت، والطريقة الأخرى أن تكون يا حرف تنبيه فنخرجها من هنا عن النداء. بهذا إذن يتبين أن المقصود بالنداء إذا على إذا ما دام يسوغ هذا الأمر ويكون المعنى مثلا أن نقول يا هؤلاء أو يا سامعون أو يا حاضرون ليت قومي يعلمون، فإذا المقصود بالنداء من علامات الاسم ليس أن يأتي حرف النداء وبعده الاسم مباشرة، لا يشترط ذلك، فقد يأتي وبعده الاسم وهو الأكثر، وقد يأتي وبعده غير الاسم كما جاء الأمر هنا، لكن علامة الاسم هي أن تكون الكلمة منادة، أن تكون الكلمة منادة. فنحن هنا لا ننادي ليت قطعا، وإنما ننادي السامعين، فإذا كل كلمة منادات اسم نوديت، وليس كل كلمة، لا يلزم من كل كلمة وقع قبلها حرف النداء أن تكون هي الاسم. دكتور إذا تكرمت مجموعة من الأسئلة رأيت نعرضها. هذه الأخت ريهام ناصر بركات من الأردن تقول، تسأل عن، تقول جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدموا وجعله الله في ميزان حسناتكم. تسأل فضيلة الشيخ عن إعراب قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. المطلوب إعراب الآية كلها أو إعراب جزء منها؟ نعم، طلبت الإعراب كامل يعني. طيب باختصار إذا ما دام الآية طويلة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عليهم على حرف جر والضمير هم اسم مجرور ضمير متصل في محل جر، ولدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مخلدون نعت أو صفة الولدان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذا هذا حرف شرط، رأى في رأيتهم رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. حسبتهم، هذا حسبه الواقع في جواب الشرط، حسب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل
مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول أول، لأن حسب تصب مفعولين، لؤلؤ مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومنثورة نعت للؤلؤ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسن الله إليكم. يوجد مجموعة من الأسئلة لكن لا تتعلق بدرسنا هذا، نرجئها إلى آخر الحلقة إذا رأيت ذلك. طيب ما تقدره. شكرا. طيب. أنا أحب الحقيقة أنه كل سؤال فيه فائدة ونفعا لا نتركه، لكن الأمر كما ترى حرصا يعني على تواصل اختيار في الوقت المناسب. اختيار في الوقت المناسب جيد. أيضا العلماء يذكرون من علامات الأسماء علامة مفيدة جدا يسمونها الإسناد، ولذلك ابن مالك قال في علامات الاسم عندما ذكر في الألفية قال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند، ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل تمييز الاسم بواحد من هذه العلامات. المقصود بالإسناد هو أن يذكر أو أن توصف الكلمة أو أن يذكر عن الكلمة ما يتم به المعنى أو يكون به ذكر شيء يتعلق بها، إما بإخبار أو بوصف أو بشيء ذكر شيء يتعلق بكلمة معينة، فهذا دليل على أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا ولا حرفا. فعندما تقول مثلا جاء الرجل، أنت الآن تخبر عن الرجل بالمجيء، فالرجل إذن اسم لأنك أسندت إليه المجيء. عندما تقول الرجل كريم أيضا الرجل اسم، والدليل على ذلك غير دخول ال التي هي حرف التعريف أنك وصفته بالكرم فأسندت إليه الكرم. فكل شيء يدل على وصف أو إخبار عن شيء فهو إسناد إليه وهو علامة من علامات اسميته. هذه العلامة نفعت كثيرا في الدلالة على أن الضمائر أسماء. نحن نعرف أن الضمائر عادة تكون من حرف أو حرفين في الغالب، فتقول مثلا مررت به هذا حرف واحد الهاء، وتقول بهم فأيضا الهاء هي حرف واحد، والميم قد تكون علامة هي علامة الجمع، والذي يراها أن الاثنين الهاء والميم معا هما الضمير يراها حرفين، بها أيضا حرفان. فالضمائر عادة تتكون من حرف أو حرفين. ما الذي يدل على أنها أسماء؟ هي صورتها صورة الحروف عبارة عن حرف أو حرفين كالحروف. فلو قلنا الجر نعم هي تكون مضاف إليها ويدخل عليها حرف الجر، ولكن لا تظهر عليها علامة الجر لأنها مبنية. التنوين الضمائر لا تنون. المنادات لا تقول يا أنت أو يا هو على الصحيح، وما ورد في ذلك فهو يعني من الشواذ التي لا يسوغ القياس عليها. وكذلك ال حرف التعريف لا يدخل على الضمير لأن الضمير أصلا معرفة. فإذا ما الذي يدل على اسميتها؟ الذي يدل على اسمية الضمائر هو الإسناد إليها. فأنت تقول مثلا مررت به فتسند إليه المرور، أو تقول أكرمته فتسند إليه وقوع الإكرام، فحينئذ هو كريم فتصفه بالكرم، فحين ذاك هذه الأمور إسناد هذه الصفات إلى الضمائر دليل على اسميتها. أيضا من علامات الأسماء التي لم يذكرها المصنف في متنه التثنية والجمع، ولا يثنى ولا يجمع من أنواع الكلمة إلا الأسماء، لأن الأفعال ليست أشياء أجسام حتى نصفها بأنها اثنين أو ثلاثة أو عشرة، وإنما هي أحداث تقع، والذي يوصف بالتعدد هو الأشياء التي لها الأجسام أو المعاني، ومن ثم فإن الأسماء هي التي توصف بالتثنية والجمع. فإذا قلت مثلا كتابان فهذا دليل على أن كتاب اسم يعني ثنيته، وإذا قلت رجال فهذا دليل على أن رجل اسم لأني جمعته. فالتثنية والجمع دليل على الاسمية. طيب أسأل سؤال، عندما أقول أنا ترى أحب يا أخوان أن تتابعوا معي حتى بس أضمن، وأنتم ما شاء الله أنا ألاحظ منكم المتابعة، لكن حتى أضمن المتابعة أيضا سأقتطع بين كل فقرة وفقرة سؤالا حتى أجعلكم دائم المتابعة وأنتم كذلك.
عندما نقول ضرب وضربوا، الآن ضرب للاثنين وضربوا للجماعة، هذه أسماء أو أفعال أو حروف، هذه أفعال ودلت على الاثنين وعلى الجماعة. كيف نقول أن التثنية والجمع فقط هي من علامات الأسماء مع أن هذه أفعال ودلت على التثنية وعلى الجمع؟ نأخذ إجابة، تفضل. نجد أن في الأفعال يعني ترفع مثلا بحذف النون في المثنى لثبوت النون، بثبوت النون في المثنى تنصب وتجزم بحذفها، هذا سيأتي إن شاء الله. نعم، هذا هو الذي يدل بين الفعل والاسم. أنت كلامك صحيح، لكنه أنا أحتاج إلى يعني تنبهوا لي بالضبط لما أريد. أنا الآن أسأل، أقول الذي أعرفه الذي عندما يقول النحويون إن التثنية والجمع من علامات الأسماء، ونجدنا نقول ذهب فنسنده إلى الاثنين وذهبوا للجماعة، وهي أفعال ماضية كما ترون، كيف يقال هذا الآن ثني الماضي الفعل الماضي وجمع، ونحن نقول أن التثنية والجمع خاصة بالأسماء؟ هل إذن ما صارت إذن علامة من علامات الأسماء؟ صارت تدخل في الأسماء وفي الأفعال، هل هذا صحيح؟ هناك إجابة لأخراج نستمع إليها. هنا الفعل ما أفاد التثنية بلفظه وإنما بضمير قد دخل عليه، أما الأسماء فإنها تفيد التثنية في لفظها. أحسنت، هي التثنية ما حصلت في قولنا ذهب أو أخذ، والجمع كذلك ما حصل في قولنا ذهبوا وخرجوا، ما جاءت من الفعل وإنما جاءت من الاسم الذي هو الضمير الذي يعرب فاعلا، ألف الاثنين أو واو الجماعة هو الذي دل على التثنية. فإذا التثنية أيضا لا تزال خاصة بالأسماء، فالذي ثني وجمع هو الاسم في هذه الجملة الفعلية وليس الفعل نفسه. إذا جاءت التثنية من خلال الضمير الذي يعرب فاعلا وليس من خلال الفعل نفسه. إذا تكرمت تفضل. مجموعة من الأسئلة نستعرضها. هذه الأخت نيبال أم إياد من سوريا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هل ربما رب حرف جر وماء ضمير أم أن لها إعرابا آخر؟ أجزاكم الله خيرا. تأتي ماء وتدخل على الأحرف العاملة فيقولون إنها تكفها عن العمل ويسمون ماء هذه الكافة، ويعربون الحرف العامل، المقصود يا أخوان بالحرف العامل هو الذي يؤدي إلى أثر الناصب أو الجار، هذه الحروف تسمى حروف عاملة، إذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل، ولذلك في عندما يعرب المعربون يقولون كافة ومكفوفة، يقصدون أن رب قد كفت عن العمل، أو إن عندما نقول إنما كفت عن العمل، وقولهم كافة ومكفوفة هذا فيه خلاف الترتيب، المقصود الأصل مكفوفة وكافة، لأن رب كفت عن العمل وما كفتها، فالترتيب يقتضي ذلك. إذا دخلت ما على رب أو على غيرها من الحروف العاملة فإنها تكفها عن العمل وتمنعها منه، فلا تصبح حين ذاك رب حرف جر، وتصبح يبقى معناها كما هو للتقليل كثيرا وللتكثير قليلا، ولكن لا تكون حرف جر حين ذاك، لأن ما هذه كفتها عن العمل، كما أن إن إذا دخلت عليها ما كفتها عن نصب ما بعدها، فنقول إنما ما عادت إن تنصب الاسم وترفع الخبر لأن كفتها ما عن العمل. صلى الله عليه وسلم. هذه الدرة المكنونة من الكويت تسأل تقول: في الدعاء عندما نقول يا من يسمع الدعاء، هل من تعد اسما؟ من هذه أنت عندما يدعو الداعي ويقول يا من يسمع الدعاء هو يخاطب الله سبحانه وتعالى، فمن هنا اسم موصول، يعني يا أيها الذي يسمع الدعاء وهو الله سبحانه وتعالى، فإذا من اسم. والدليل على اسميته في هذه الجملة أنه نودي، والنداء كما نعلم إنما ينادى الأسماء. نعم، هذا سؤال إجابة لسؤال الأخ ريان من إيطاليا يقول: هل يلزم أن كل كلمة يسبقها أداة نداء أن تكون اسما؟ قد قلت منذ قليل وأجاب الإخوة أنه قد يدخل حرف النداء على غير الأسماء، كما في قولنا يا ليت، في قول الله سبحانه وتعالى يا ليت قومي يعلمون، لكن المنادى اسم، يعني يا هؤلاء يا سامعون، فإذا
أن تكون الكلمة مناداة هذا دليل على اسميتها، لكن أن تدخل أن تكون الكلمة دخل عليها حرف النداء قد تكون اسما وربما لا تكون كذلك. وإنما علامة الاسم أن ينادى هو لا أن يدخل عليه حرف النداء فقط، لأن دخوله ربما يكون في الصورة على غير الأسماء. تدخل الفعل نفسه مثل يا رعاك، ما يقال يا رعاك الله كان التقدير يا فلان رعاك الله. نعم. أو فحين أو تكون حين ذاك كما ذكر الإخوة منذ قليل أن يا حينئذ لا تكون أصلا حرف نداء وإنما هي حرف تنبيه، أن تريد أن تدعو للمخاطب فتقول رعاك الله، لكنك تقدم حين ذاك بيا لتنبيهه لاستماع ما تقول بعد ذلك، فتكون كأن هذا التنبيه، وحينئذ لا نداء في الأمر، وحين ذاك لا تدل أيضا على الإسمية. الدال على الإسمية هو أن تكون الكلمة نفسها مناداة، أي يطلب منها الإقبال، والنداء هو طلب إقبال السامع، فمتى طلب إقبال السامع إقبال الشيء فهو اسم. هذا هو المقصود بانصراف النداء أو دلالة النداء على إسمية المناداة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت مريم حسن من عمان تقول السلام عليكم، هل يا رب كاسية يصدق عليها ما قلناه في يا ليتا؟ هذا صحيح بالضبط، لأنها حين ذاك دخلت في الصورة على رب، ورب حرف جر، فإما أن يكون التقدير يا سامع رب كذا، حين ذاك يكون المنادى هو اسم وهو السامع، وإما أن تكون يا للتنبيه وليست أداة نداء، وحين ذاك فقط هي لجذب انتباه المخاطب لما سيأتي بعده، وهو الإخبار بأنه يوجد من النساء من هذه صفته في الدنيا وفي الآخرة. أحسن الله إليكم. طيب، من العلامات التي تدل على أن الكلمة اسم ولم يذكرها أيضا المصنف الإضافة، وأقول إن المقصود بالإضافة هنا، ومقصود العلماء عندما يذكرون إن الإضافة من علامات الأسماء، أن تكون الكلمة مضافة وليس مضافا إليها. فعندما تقول كتاب النحو، عندك كتاب هذا هو المضاف والنحو مضاف إليه، وكتاب والنحو كلاهما اسم حين ذاك، لكن الدليل على اسمية كتاب في هذه الكلمة في هذه التركيب الإضافي هنا أنه أضيف، والدليل على اسمية كلمة النحو دخول أل عليها، وليس فقط ليس وجودها كونها مضافا إليه، ولذلك دلالة على اسمية الكلمة هو أن تكون مضافة لا أن يكون مضافا إليها. ولذلك تأتي أحيانا الجمل الفعلية مضافا إليها. أنتم تعلمون أنه بعض الكلمات تضاف إلى الجمل، عندما يقول الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل، يوم مضاف، يجمع فعل مضارع ولفظ الجلالة فاعل والرسل مفعول، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. إذن عندنا يوم مضاف والجملة الفعلية مضاف إليه، يوم اسم لكونه مضافا، لكن لا نستطيع أن نقول أن الجملة الفعلية اسم. إذن كون الشيء مضافا إليه لا يدل على الاسمية، لكن كونه مضافا هو الدليل على الاسمية. إذن عندما يقول النحويون إن الإضافة من علامات الأسماء، يقصدون أن تكون الكلمة نفسها مضافة إلى ما بعدها، ومثله قول الله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت، فحيث أضيفت إلى خرجت الجملة الفعلية خرجت، فالإضافة إضافة حيث إلى الجملة الفعلية دليل على اسمية حيث، لكن كون جملة خرجت مضافا إليها لا يدل على أنها اسم. فإذا هذه العلامة من علامات الأسماء، إذا أردنا أن نحررها نقول أن تكون الكلمة مضافة، هذا هو الدليل على اسمية الكلمة. أيضا من العلامات التي لم يذكرها المؤلف من أن تكون الكلمة أن يعود الضمير إلى الكلمة، فكل كلمة صح أن نعيد الضمير إليها فهي اسم، ذلك أن الحروف والأفعال لا يصح أن نعيد الضمائر إليها. فلا أقول مثلا في قولي يفعل أو يذهب، ما أستطيع أن أتي بعد ذلك بضمير يعود إلى يذهب أو يفعل، لكني عندما أقول محمد فأقول محمد
أكرمته فأعيد الضمير إلى محمد، فإعادة الضمير على الكلمة دليل على أنها اسم. ولذلك نستطيع أن نقول إن كل كلمة صح رجوع الضمير إليها فهي اسم، لأن الأفعال والحروف لا يصح فيها الإضمار، لا يصح فيها عود الضمير عليها، لأنها لا تضمر، لا تكون ظاهرة فتضمر، والأسماء تكون ظاهرة فيختصر ويؤتى بالضمير ليعود عليها. هذه العلامة استدل بها على أن آل الموصولة، تذكرون يا إخوان لما ذكرنا بيت المتنبي في قولنا ترضى ما أنت بالحكم ترضى حكومته، يعني الذي ترضى حكومته، هنا أل الترضى الظاهر فيها أنها حرف أل مثل حرف التعريف، فكيف يقول قائل كيف تقولون إنها اسم موصول وهي في صورتها صورة حرف التعريف صورة الحروف؟ نقول الذي يدل على اسميته أنه عاد الضمير إليه، فعندما نقول الترضى حكومته الهاء عادت على أي الذي ترضى حكومته هو، فالضمير عاد إليه فدل هذا على أنه اسم، فعود الضمير أو رجوع الضمير إلى الكلمة دليل على اسميتها. الفرزدق البيت دكتور أي قلتم بأنه المتنبي يعني لا 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 أصل المتنبي لا يحتج بك إن قلت ذلك فهو سبق لسان. المتنبي لا يحتج بشعره لأنه جاء بعد عصور الاحتجاج، الشاهد البيت الفرزدق، والفرزدق يحتج بشعره لأنه في عصر الاحتجاج. فإذا هذه أيضا من علامات الأسماء، يعني عود الضمير على الكلمة يدل على اسميته. أسأل سؤالا إن لم يكن هناك سؤال، أنا أسأل سؤال لإخوة، تفضل تجيب أو تسأل تفضل. هناك علامات أخرى أيضا للإسم، منها التصغير وقابلية الكلمة للنعت والبدلية. هذا صحيح، علامات الأسماء أوصلها بعضهم إلى أكثر من 13 علامة، لكن بعض هذه العلامات الأمر فيها غير ظاهر، وبعضها يتوصل به إلى درء خلاف قائم، مثل الدلالة على اسمية مثلا أفعل التفضيل في قولنا ما أفعله، فهناك خلاف بين النحويين هل هي أسماء أو هل هو اسم أو فعل. من النحويين من يقول هي فعل، في عفوا في ليس التفضيل، في التعجب، عندما نقول ما أحسن فلان تعجب، منهم من يقول هو فعل تعجب لأنه تسميته بفعل التعجب دليل على فعليته، ومنهم من يقول ويستند إلى ذلك بوجود علامات من علامات الأفعال التي سنذكرها بعد قليل، ومنهم من قال إن أحسن هذه اسم، والدليل أنه ورد في كلام العرب تصغيره، ما أحيسن فلان، يا ما أحيسن غزلان أوزلان أوزلان أعطونا لنا شدنا لنا أعطونا لنا، فمن هؤلاء من هؤلاء كنا الضال والسمر، فمنها من من إيه نعم ما يا ما أحيسن، فجاءت أحيسن هذه التي هي صيغة فعل تعجب أو صيغة تعجب جاءت مصغرة فدل هذا على اسميتها. فأقول إن بعض هذه العلامات أحيانا دلالته على الاسمية ليست بالظاهرة دائما، ولكنه يتوصل بها إلى درء الاختلاف في أمر من الأمور، لكن قطعا أن التصغير الذي يصغر في الأصل هو الأسماء وليس الأفعال ولا الحروف. ويعلموا أيها الإخوة أنه لا بد من الاختصار عندما يشرح مثل هذا المتن المختصر الشديد، لأنه إن توسع فيه كثيرا فيخرج حين ذاك الشرح عن المتن كثيرا. نعم يفترض أن يذكر ما لا بد من ذكره وما يتمم الكلام، وأما بعض الأشياء التي مضانها الشروح المطولة فالأصل فيها أن ترجع لشرح المتون الطويلة أو شرح الكتب الطويلة ليكون المقام أوسع لذكرها. وسنسعى دائما في شرح هذا المتن المختصر على أن لا نخرج كثيرا عن كلام المصنف إلا في بعض الأمور اللازمة. تلاحظون مثلا أنه عندما عرضنا حروف الجر ما استعرضنا معاني هذه الحروف، كما أن لم نستعرض
هذه الحروف واحدة واحدة ونمثل لها مثلا، لأن هذه الأمور ظاهرة وواضحة، إضافة إلى أن هذا ربما يخرج الحديث عن أن يكون شرحا لهذا المتن الموجز إلى أن يكون كلاما في النحو عامة، وهذا ليس بالمقصود، وإنما المقصود الحديث في النحو في شرح هذا المتن وذكر ما لا بد من متمماته. أحسن الله إليكم. إذا تكرم دكتور، كون المؤلف أغفل مثلا الإسناد، أغفل الإضافة، أشياء، هل لذلك دلالة معينة على ضعف دلالة هذه الأشياء؟ لا يلزم هذا، لكنه قد يكون هذا دليل على قوة ما ذكره هو، وأن هذه العلامات هي التي يكثر وجودها. يعني عندما يقول إن النداء وحرف التعريف والجر يذكر هذه العلامات، لأنها أولا هي علامات متفق عليها من النحويين أنها من علامة الأسماء، الثاني أنه هي التي يكثر ورودها في كتب النحو، والثالث أنه لا تكاد يخلو اسم من هذه العلامة في سياقات الكلام المختلفة. وهذا لا يعني أن ما أغفله أقل الإسناد دلالته قوية، يعني صحيح هذا صحيح. على كل حال لا بد أن يفوت المؤلفين شيء من مهمات العلوم، لكن إذا قرن هذا إلى كثير إحسان المؤلف فإن هذا لا يؤاخذ عليه، ودائما يلتمس للماتن أو لصاحب المتن المختصر يلتمس له العذر دائما، حتى لو أغفل شيئا نراه مهما هو ربما يراه دون ما ذكره في الأهمية، وربما يرى أن الأمر فيه واضح ومن ثم فالأمر لا يحتاج فيه إلى تفصيل، أو كأنه يوكل الأمر إلى فطانة السامع أو القارئ، أو أنه يقول إن أردتم الاستزادة فارجعوا إلى كتب النحو المتوسعة. السلام عليكم. إضافة الأسماء إلى الجمل هل هو خاص فضيلة الدكتور بظرف الزمان مثل يومهم بارزون؟ أي يعني إضافة الأسماء إلى الجمل لا يلزم أن تكون هي غالبا، نعم الظروف هي التي يكثر إضافتها إلى الجمل، لكن نحن رأينا منذ قليل حيث أضيفت حيث خرجت فأضيفت إلى الجملة، فهي ليست خاصة بظرف الزمان وحده، لكن أكثر ما تستعمل أكثر ما يضاف إلى الجمل هو بالفعل هو الظروف أشباه الجمل. أحسن الله إليكم. يبقى فقط سؤال في يتعلق بعلامات الأسماء، أنا أسأل سؤالا للإخوة الأعزة الحاضرين الآن، علامات الأسماء التي ذكرت أو على الأقل التي ذكرها المصنف، هل يمكن أن تجتمع في كلمة واحدة؟ فكروا في الأمر، هل يمكن أن تجتمع علامات الأسماء في كلمة واحدة؟ أجيب يا شيخ. فمن عندك الجواب أنت؟ قد نعم. تفضل. تجتمع كذلك يعني. تجتمع. نعم. كلها في كلمة واحدة. هل ممكن أن تعطيني مثال الآن؟ سيكون السؤال معك أنت الآن. نعم. مثلا نقول ذهب زيد إلى زيد. نعم. الآن فيها في قولنا زيد فيه التنوين. طيب نعم. نحن الخفض تقول لكن ما فيه الآن إلا التنوين. ذهب زيد. هي تجتمع لكن المثال لا يحضرني، لكن طيب قد تجتمع ثلاث علامات ممكن أن يجتمع. نعم. عدة علامات، لكني نعم. أسأل الآن هل العلامات العلمية الآن؟ لا، العلمية ليست من علامات الأسماء. زيد التنوين. التنوين. نعم. نحن الآن فقط يكفينا الآن ما ذكره المؤلف من علامات، أو نكتفي بالثلاث التي ذكرها التي هي الخفض ودخول ال إلى والتنوين. إلى المسجد يا شيخ. يعني إلى المسجد. هذه فيها ال والجر. نعم. لكن ليس فيها تنوين. لكن اجتمع فيها الجر والخفض. نعم. الجر عفوا التعريف والخفض. نعم. التعريف والخفض. إذن هذا يوحي بالجواب. ما جاء لأحد منكم الجواب؟ أخذ عزيز. أنا أقول مررت بمحمد فيكون فيها الجر والتنوين، أو أقول ذهبت إلى المسجد فيكون فيها الجر وحرف التعريف، لكن ما مثلت الآن بمثال في كل الثلاثة الجر والتعريف والتنوين، كان الشيخ عبد العزيز رفع لا يمكن إطلاق من اجتماع. لماذا؟ الكلمة لا تسعى. لا، هناك تعليل، هناك تعليل، لو أنكم تأملتم في الأمر لوجدتم التعليل، ظهر التعليل للشيخ رامز. نعم راجز. هناك يعني كالتنوين والإضافة لا يجتمعان، ما عندنا إضافة يا شيخ راجز، نحن عندنا تعريف بأل وعندنا تنوين وعندنا جر.
لو قيل مثلا مرحبا بكاتب النص. طيب لا لا اجعلني احور كلامك انت رايت يدا مرفوعه هنا تفضل. التنوين والخفض لا يجتمعان. كيف بمحمد؟ هذه محمد منونه ومخفوضه. قل شيئا اخر. التنوين وماذا لا يجتمعان؟ نعم يا شيخ احسنت. التنوين وحرف التعريف لا يجتمعان. لا يمكن لكلمه معرفه بال ان تنون. ما تقول الرجل؟ ولذلك هذه العلامات لا تجتمع في مثال واحد، لان التنوين وحرف التعريف لا يجتمعان في مثال واحد، لكن قد يدخل هذا ثم تحذفه وتأتي بهذا، هذا ممكن. طيب إن كان هذا، وإلا إن كان هناك من سؤال فيما سبق للحاضرين أو لغيرهم، وإلا انتقلنا إلى ما المتن إلى هذه الإجابة من الأخت مريم حسن من عمان، تقول لا يمكن أن تجتمع كلها وذكرت العلة في ذلك. لم تذكر شيئا يعني. هو لا يمكن أن يجتمع لأن المقصود لا يمكن يجتمع لأن حرف ال والتنوين لا يجتمعان، لأن حرف ال والتنوين لا يجتمعان. طيب أحسن الله إليك. نواصل في في نعم. في في متن، ننتقل إلى علامات الأفعال. تفضل أقرأ. والفعل نعم، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. أحسنت. هنا الآن المؤلف انتقل من ذكر علامات الأسماء إلى ذكر علامات الأفعال، وطبعا لا لا يعني لست في حاجة إلى أن أعيد ما سبق من أنه النحويون أو العلماء عندما يذكرون علامات الأسماء ويذكرون علامات الأفعال غرضهم من ذلك أن يتبين للمتلقي نوع الكلمة. فأنت إذا أردت أن تتعرف عن الكلمات العربية كما عرفنا أسماء وأفعال وحروف، وليس هناك قسم رابع. حتى أتعرف هذه الكلمة من أي الأنواع الثلاثة أطبق عليها العلامات. إن قبلت شيئا من علامات الأسماء السابقة فهي اسم، ما قبلت أبدأ بتطبيق علامات الأفعال التي ذكرها الآن المؤلف. قال الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، فذكر عددا من علامات الأفعال. عندما يقول نبدأ بقد، عندما يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون. إذا تكرمت دكتور معنا اتصال يعني موجود الأخ عبد المجيد من الرياض، ما زال معنا؟ عذرا للتأخير فصل الاتصال عذرا. نعود الشيخ لكم. طيب لما يقول قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، فهذه قد دخلت على أفلح، فدل هذا على أن كلمة أفلح هذه فعل. وميزة علامات الأفعال أنها لا تكتفي فقط بالدلالة على أن ما دهرت عليه فعل فقط، بل هي تدل أيضا على نوع الفعل. من العلامات ما يدخل على أكثر من نوع، ومنها ما يدخل على نوع واحد. قد هذه الأفعال أولا ثلاثة أنواع، أفعال ماضية وأفعال مضارعة وأفعال أمر، وهذه سبق أن ذكرت من قبل. قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على فعل الأمر، عفوا على الفعل المضارع، تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. فالله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، ويمكن أن ندخلها على المضارع فنقول قد يخفق المذاكر. وحين ذاك المعنى مختلف، وعندما يقول الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله المعوقين، فعندما يقال قد أفلح المؤمنون هذه دخلت على الفعل الماضي، فدلت على فعليته، دلت على فعليته. معناها حينئذ يقولون التحقيق. معنى التحقيق يعني أن الكلمة ثابتة ومتيقنة ومتحققة، فثبوت الفلاح للمؤمنين أمر متحقق. تدخل على المضارع كما في المثالين ذكرتهما الآن، عندما تقول قد ينجح المهمل، قد يخفق المذاكر. هل هذا هو الأمر العادي أو أنه هذا مخالف للطبيعة أو مخالف للعادة؟ هذا مخالف للعادة، فإذا هو قليل. والأصل أن من يهمل لا ينجح، وأن من يجد أنه لا يخفق. ومن ثم فعندما نقول قد يخفق المذاكر فهذا للتقليل. لكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء،
قد يعلم الله الذين يتسللون، فهذا دليل على اليقين وليس على التقليل. فإذا قد هذه تدخل على الفعل المضارع وتدخل على الفعل الماضي، فإن دخلت على الفعل الماضي فدلالتها على التحقيق. قد قامت الصلاة تحقق قيامها، قد جاء فلان تحقق مجيئه. وإن دخلت على الفعل المضارع فإما أن تدل على التقليل قد يفعل كذا، وإما أن تدل على اليقين كقول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يعلم الله المعوقين، فهي تدل على اليقين وأن الله سبحانه وتعالى ثبت علمه لهذا الأمر. قد في الحالتين أو في هذه الحالات كلها دالة على فعلية ما دخلت عليه، لكن يحتمل أن يكون ماضيا ويحتمل أن يكون مضارعا، ولكل واحد منهما معنى إذا دخلت عليه قد كما تبين في الأمثلة السابقة. السلام عليكم. استاذنك دكتور معنا اتصال الأخ ماجد من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. سؤالي للشيخ أحسن الله عليه، ارفع الصوت الله يخليك، هل قراءة القرآن أو حفظ القرآن يساعد على الاحتراز من الأخطاء في الكلام؟ هذا السؤال. الله يحفظك. شكرا. شكرا. قطنا أشكر حقيقة الأخ على سؤاله. كم رأينا من إنسان من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى أو من المداومين على قراءة القرآن أو من المكثرين بالتمثل بآيات كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم ينطقون الأول الحروف من مخارجها، وهذا يأتي من دراسة من قراءة القرآن وتعلم تجويده وتحقيق حروفه، وهذا يعطي ملكة في إتقان نطق الأحرف. أنت إذا سمعت الإنسان يحرف ويأتي بالحرف على غير وجهه أو يأتي بالصيغة مائلة على غير وجهها الصحيح، فاعلم أنه لم يتمكن من قراءة القرآن التمكن الصحيح. صاحب القرآن عادة لكثرة قراءته القرآن مجودا يخرج أولا الحروف من مخارجها وينطق الكلمات نطقا صحيحا ويأتي بأصواتها صحيحة كما ينبغي، وأيضا غالبا يكون كلامه في إعرابه غالبا يكون صوابا. هذا لا يغني طبعا عن أن يعرف الإنسان قواعد العربية، ولا يصح الإنسان أن يقول أنا يكفيني أني أقرأ الأساليب الصحيحة وأني قرأت القرآن، يكفيني هذا لأن أكون مقيما للكلام صحيحا دون لحن مطلقا دائما. نقول هذا يخفف ويقلل من اللحن في الكلام، لكنه لا يمنع من اللحن فيه. الذي يمنع من الوقوع في اللحن هو ضبط القاعدة وتطبيقها، هذا هو الذي يمنعك من أن تلحن في الكلام. لكن صاحب القرآن كان من بركات حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وترداد قراءته ومعرفته وحفظه، كان من فضل الله على صاحب هذا الكتاب العزيز أن أصبح لسانه سريع النطق لما يريد، قادرا على سريع أيضا البديهة في الإجابة والحديث، قادرا على الإتيان بالمعاني في مواقعها والاستشهاد بالآيات في أماكنها. ثم إنه أيضا كما قلت يقل خطأه ولحنه لأنه يتمثل أساليب القرآن الكريم وكلماته استشهادا ونطقا وأسلوبا. أحسن الله إليكم. معنا اتصال آخر، أسعد من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. لو تكرمت عندي سؤال للشيخ الله يحفظك. تفضل. شيخ أحسن الله إليك، ما دام أن مصدر النحو الكتاب والسنة وأشعار على اختلاف السنة وأشعار عرف الجاهلية إلى غير ذلك، فلماذا ظهر يعني اختلاف علماء النحو هو مدرسة البصرية والكوفية إلى غير ذلك؟ يعني هذا سؤال والله يسلمك. شكرا. نعم. سؤال آخر. سؤال آخر ما دي إلا ارتباط السؤال الأول أم لا، لكن هل يجوز مثلا طالب علم أو للعالم أن يتكلم باختلاف يعني لغات العرب، مثلا مرة بلغة طي مرة بلغة قريش في كلامه، فإذا انكرت عليه مثلا مسألة قال هذا في لغة كذا بلفظ كذا؟ وجزاكم الله خير. شكرا أخي أسعد. شكرا جزيلا لك. سؤالا واحد.
هو يسأل في السؤال الأول عن أسباب لماذا اختلف النحويون فأصبح هناك مع أن المصدر واحد يعني. مع أن المصدر واحد والإجابة هنا تطول كثيرا، لكن إذا أردت الإيجاز في بيان ذلك، هناك طبعا تعرفون أن شواهد التي جمعت من كلام العرب الفصحاء من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب في الجاهلية والإسلام إلى انتهاء عصور الفصاحة شعرا ونثرا قدر كبير جدا لا يكاد يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى كثرة. ومن ثم وجود بعض يعني كون بعض العلماء اطلع على أمثلة كثيرة لقضية وآخرون اطلعوا على أمثلة قليلة منها، ووجود أيضا بعض القضاء الأمثلة الشاذة عن القاعدة التي تخالف ما سار عليه جمهور كلام العرب، يجعل كل من فريق يتمسك أحيانا بأمر. ثم إن هناك أيضا مقاييس، فمثلا من مناهج البصريين، وإن كان المقام ليس الآن مقام تفصيل أسباب الاختلاف، لكن من مناهج البصريين أنهم يشترطون كثرة الشواهد للقضية. الكوفيون يقولون لا، يكفي أن يثبت الشاهد ولو واحد أو اثنين فنكتفي به ونقيم عليه قاعدة. فاختلاف طريقة الاستشهاد أدت إلى اختلاف القواعد. لكن اعلموا أن الاختلاف بين النحويين لا يصل إلى الاختلاف في الأمور الأساسية في النحو. فلم يقل أحد من النحويين مثلا إن الفاعل يكون منصوبا والآخر يقول أنه مرفوع، ولم يقل نحوي إن المضاف إليه مجرور والآخر يقول منصوب. الاختلاف عادة يكون في أشياء جوازية لا تقوم في الفروع وليس في الأصول. ومن ثم فإن لا يسع المتحدث أن يخرج عن هذه الأصول الثابتة عن كلام. وهذا يسوقنا إلى الجواب عن السؤال الثاني في هل يصح الكلام باللغات المختلفة. طبعا اللغات المختلفة في كلام العرب قد يكون بعضها قد ثبت عن العرب الفصحاء، لكن دائما يحسن بالإنسان، لا يلام طبعا الإنسان أن يقيس على لغة فصيحة موجودة في وقت الفصاحة، لا يلام الإنسان على ذلك. ولكن يفترض في الإنسان أن يسعى للقياس والتشبه بما عليه جمهور الكلام العرب. يعني الآن العلماء جمعوا كلام العرب فوجدوا أن جمهور الكلام آلاف الشواهد بل عشرات الآلاف من الشواهد تسير على نمط معين، شاهدا أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة جاءت على لغية أو على لهجة من لهجات العرب جاءت بهذه الطريقة. الأصل أن يسير الإنسان إذا أراد لكلامه تمام الفصاحة أن يسير على جمهور كلام العرب، وحينئذ تنضبط له القواعد، ولا أن يأخذ بهذا وهذا ويقول. لكن لا يشنع أيضا على من سار على وجه صحيح من كلام العرب ولا يخطأ. ولذلك نحن نقول الأصل أن لا نخطئ الناس إذا ساروا على كلام فصيح، ولكن من جهة أخرى لا ينبغي للإنسان أن يقع في اللحن ويقول أنا أقصد لهجة كذا، أو يخطئ في شيء ويقول أنا عنيت لهجة فلان. فنحن نقول لا، أنت غالبا ما عنيت ذلك، لكنك تلتمس للحنك بابا ومخرجا، والأصل أن تسير على الجمهور الأكثر. ولو أن كل إنسان فتح الباب من ضبطت القواعد، إذا فتحنا الشيء وضده ما صار عندنا قاعدة. نعم. فنحن نقول نقيس على الأكثر ونترك ما عداه. نعم، أحسن الله إليكم. إلى هنا فضيلة الشيخ استأذنك في أن نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذه. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، نسعد وإياكم بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. كنا توقفنا شيخ يعني عند قد، أليس كذلك؟ هناك مجموعة من الأسئلة هنا ومجموعة من الأسئلة عند الأخوة، إذا رأيت الدكتور أن نعم. هذا الأخ الكريم خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة يسأل فضيلة الدكتور عن إعراب قد في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. عندما يأتي الإعراب للحروف
فإنه عادة يكون ببيان معانيها، وإلا الحروف ليس لها محل من الإعراب، فيقال قد أفلح حرف تحقيق، وقد تدخل للتحقيق إذا دخلت الماضي، فيقال حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هكذا يقال في إعرابه. فالحروف كما نعلم كلها مبنية، فهو مبني على السكون لكن يذكر معناه، فيقال حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. الأخ عبد العزيز الحربي من السعودية يسأل، يقول ذكر المصنفون والشارحون لهذا المتن أن قد تفيد التحقيق والتقريب مع الفعل الماضي، والتقليل والتكثير مع الفعل المضارع، فما صح ذلك؟ الأصوب في ذلك أن يقال إن قد مع الفعل الماضي تفيد التحقيق، كما في قولنا قد فعل فلان كذا، فأنا أحقق فعله، وهي مع المضارع تفيد إما التقليل وهو الأكثر، قد يحصل كذا، يعني ربما يحصل بقلة، وتأتي لليقين في الأمر كما في قولنا قد يعلم الله، فهذا أي أمر متيقن، أي تيقن علم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، فهي للتحقيق أو لليقين، للتقليل أو اليقين مع المضارع، وللتحقيق مع الفعل الماضي. التكثير لا صحة له دكتور؟ ليس لا صحة له، لكن الأصوب في يعني الاصطلاح الاستعمال الأصح والأدق فيه أن يقال إنه لليقين وليس للتكثير. نعم. فإنما قد يعلم الله، أي نحن نتيقن علم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لا نكثره. نعم. فالاستعمال الأصوب أو الاصطلاح الأصوب فيه يقال إنها لليقين فيه وليس للتكثير. أحسن الله إليكم. هناك سؤال من الأخ يحيى، تفضل. ذكرتم فضيلة الدكتور أن قد تفيد اليقين، ومثلتم لها بقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهل هذا يختص بالقرآن أم أنه يدخل في غير القرآن؟ لا، هو كل استعمال القرآن هو جاء على أعلى درجات الفصاحة من الكلام العربي، فلك أن تستعمل هذا الاستعمال وتكون قد سلكت أعلى مستويات الفصاحة في الكلام، وإنما يتبارى الناس ويبز بعضهم أو يظهر بعضهم على بعض بقدرتهم على القياس على هذا الكلام المعجز الكريم الذي هو بلغ الذروة من مراتب الفصاحة. سؤال آخر، هل الأفضل أن يتعلم الإنسان اللغة أولا أم يحفظ القرآن؟ قد ذكر العلماء أو الناصحون في سلوك العلم أنه من أول ما ينبغي يسلكه السالك الشادي المبتدئ في التعلم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصوب بأن يكون البداية له في كل العلوم، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو مفتاح العلوم كلها، بل إن العلوم كلها خادمة لهذا الكتاب، وهو يعني تستقى منه العلوم كلها، فأنت إذا بدأت بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيه واستجلائها، ثم بعد ذلك تعلمت ما لابد لك من معرفته من 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 علوم الشرع، ثم بعد ذلك ما علوم الآلة وما يقوم مقامها، أصبحت بعد ذلك درجت في العلم خطوة خطوة وأخذت ما ينبغي أخذه فيه، فالبدء بكتاب الله سبحانه وتعالى هو الأصل. نعم. الأخ محمد لديك سؤال؟ نعم. هناك سؤال للأخ عبد العزيز، تفضل. تفضل أستاذ عبادة. شيخ، ذكرت علامات الأسماء الثلاثة التي ذكرها المؤلف، ثم ذكرت علامات أخرى، هل ذكرت لكثرة استعمالها أم من باب التوسع فقط؟ هل ماذا؟ هل ذكرت من باب استعمالها، هل ذكرت استعمالها أم من باب التوسع؟ لا، هو هذه العلامات كلها تدل على أن الكلمة اسم، فلذلك ذكرت حتى يتبين أن لهذه العلامات ما لما ذكره المؤلف من الشأن في الدلالة على اسمية الكلمة، ولا يعني هذا الاستقصاء، فإن هناك كما أيضا لا يعني هذا الاستقصاء في حروف الجر مما ذكرناه منذ قليل، لكن الأصل ذكر ما لا بد من ذكره في هذا الأمر، لأنه هو الذي لا غنى عنه، وهذا المقام أو مقام شرح المتن الموجز ليس هو مقام الاستقصاء، وأنتم تعرفون كما ترون الآن أن مع عدم استقصائنا لا نزال الآن في علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ويفترض أننا نسير الآن سيرا أكثر في هذا المتن لنتمكن من إنجازه في الوقت المحدد له، هذا مع كونه مع كوننا نختصر كثيرا ونتجاوز بعض الأشياء التي هي دون المذكورة في الأهمية.
تفضل يا شيخ عبد العزيز. عفوا يا دكتور، هذا سؤال يقودني الى سؤال من الاخت، سؤال الاخ عباده السلفيه في الكويت، تقول هذه الاضافات التي تقدمها فضيله الدكتور وهي ليست من ضمن نص الاجروميه، هل هي تدخل معنا في امتحانات اخر الفصل او هي للفائده فقط والتدريب؟ طبعا هو الاصل الفائده، الاصل ان نستفيد لا ان نختبر، والاختبار انما هو لقياس الفائده. فالانسان لا يذاكر ليختبر ولكن يذاكر ليستفيد، والاختبار يبين مدى الاستفادة، مدى حصول الاستفادة من عدمها. فيعني لا نجعل همنا هو الاختبار وإنما نجعل همنا هو الاستفادة. لكن نحن نشرح شرح لهذا المتن، وما دام الحديث في الشرح فإن الشرح في الأصل مطلوب، لأن الحديث في شرح هذا المتن وليس في المتن نفسه. وعلى كل حال ما يحصل إن شاء الله من هذا الشرح وإن كان قليلا، وإن لم يحصل كل ما ذكر ففيما حصل خير كثير إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز تفضل. فضيلة الدكتور، هناك كلمات مثل حاشا وعدا وخلا يجزم كثير من النحاة بفعليتها، فما هي العلامة الدالة على فعلية هذه الكلمات؟ يعني العلماء قالوا في حاشا وخلا وعدا، طبعا مرت هذه في حروف الجر وما أردت التوسع بها حتى لا يأخذ الوقت، لكن مدام الأخ عبد العزيز سأل عنها، الأصل فيها حاشا وخلا وعدا أنها تقبل أن تكون أسماء وتقبل أن تكون تقبل أن تكون أسماء وتقبل أن تكون حروفا، أسماء وحروف وليست أفعالا. والدليل على اسميتها أو تكون أسماء متى تكون أفعالا وتكون حروفا، تكون أفعالا وتكون حروفا. والدليل على فعليتها أن تصب ما بعدها مفعولا به، والدليل على حرفيتها أن تجر ما بعدها فتكون حرف جر حين ذاك. فحيث جر حيث جرت فهي أسماء، وحيث نصبت فهي حين ذاك أفعال. ولهذا لم يذكرها كثير من النحويين في حروف الجر، لأنها تأتي لهذا وتأتي لهذا، وهم غالبا في مقام الاختصار والإيجاز يذكرون ما كان عينا في حروف الجر ولا يستعمل في غيرها. فأنا أقول هي أفعال إن نصبت ما بعدها ويكون ما بعدها مفعولا به، إن وقع ما بعدها مفعول، ويتحقق ذلك ويتعين إذا دخلت عليها ما. إذا قلت ما عدا زيدا ينبغي أن تصب ما بعدها وتجعلها فعل، تكون فعل وما بعدها مفعول به منصوب إذا دخلت عليها ما المصدرية. وإن جررت بها ما بعدها كقولك جاء الناس عدا فلان فهي حرف جر لأنها جرت ما بعدها، فهي قابلة لهذا ولهذا، وتتحقق أو يبين نوعها هل هي فعل أو حرف نصب ما بعدها أو جرة، ويتحقق فعليتها بدخول ما عليها قبلها. أحسن الله إليكم. بقي من علامات الأفعال التي ذكرها المؤلف، قال السين، وهو يقصد هذه السين التي تزاد ومثلها سوف تزاد، يسمونها حروف التسويف أو حروف التنفيس الدالة على الاستقبال. وهذه من العلامات، علامات الفعل الخاصة بنوع من أنواع الفعل، ليس كل أنواع الفعل وإنما تدخل فقط على الفعل المضارع السين وسوف، لأنه هو الذي يخبر به عن الزمان المستقبل، الماضي لا يكون للمستقبل، والأمر لا يخبر به، الأمر إنما يطلب به إحداث شيء. فالسين وسوف من علامات الفعل المضارع، ويشترط أن يكون هذا الحرفان زائدين على الكلمة للدلالة على الاستقبال. فإنك لو جئت مثلا بكلمة في أولها سين لكن من أصل الكلمة، فهذا لا يدل على فعليتها. لما تقول مثلا سحر، فلا يقول قائل هذه الكلمة في أولها سين إذن هي فعل، لا، هي حرف، لأن السين التي نقصدها هي السين الزائدة على الكلمة الدالة على الاستقبال. والسين في مثل كلمة ذكرتها الآن سحر هذه، أو سحر، أو سعد، هذه السين من أصل الكلمة فليست دالة كما ذكرت على فعلية الكلمة. التأنيث التي ذكرها الساكنة، التي أيضا ذكرها المصنف من علامات الأفعال، هذه نعم من علامة الأفعال، وهي خاصة بنوع واحد من هذه الأفعال وهو الفعل الماضي، وهو الفعل الماضي. فإن تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا عليه، تقول ذهبت وأخذت، وهذا إذا كان فاعل هذا الفعل مؤنثا، ويشترط فيها أن تكون للتأنيث وأن تكون زائدة ساكنة. فلو أن هناك تاء أصلية فلا تكون علامة، ولو لم تكن تاء التأنيث أيضا ليست من بابنا الآن، وإن كانت قد تكون تاء الفاعل وتكون علامة للأفعال. وإن كانت
أيضا ليست ساكنة فليست أيضا من علامات الأسماء. إذن التأنيث الساكنة هي التي من علامات الفعل وهي من علامات الفعل الماضي بالذات، فإنك تقول ذهبت وحين ذاك لا تدخل على المضارع ولا على الأمر. تفضل شيخ رئيس. قد تكون التأنيث متحركة تدل على فعلية الفعل مثل الطالبتان كتبتا، نجد أن التاء هنا مفتوحة دلت على فعلية الفعل الماضي. فتحها هنا ليس لكونها تاء التأنيث ولكن لوجود ألف التأنيث ألف الاثنين بعدها، والألف كما تعلم ساكنة لا تقبل الحركة، ولو أبقينا تاء التأنيث على سكونها لالتقى ساكنان، فحركت تاء التأنيث وهي ساكنة في الأصل لمنع التقاء الساكنين هي والألف بعدها التي لا تقبل الحركة، وإلا فتاء التأنيث هي هنا هي تاء التأنيث الساكنة وحركت فقط لمنع التقاء الساكنين وهو ممتنع في وسط في درج الكلام. لكن لو قلنا إنها مثلا بيت، هذه في آخرها تاء وساكنة، سكنت ووقفت عليها بيت، هل أقول إن هذه فعل؟ بيت هذه اسم، كيف دخلت عليها التاء الساكنة؟ من يجيب؟ دخلت عليها تاء وساكنة ومع ذلك لا أنا محكم عليها بأنها فعل. تفضل يا شيخنا. التاء هنا للوقف وليست لي؟ للوقف، للوقوف على آخر الكلمة. التاء للوقوف أتقصك السكون للوقوف وليس التاء السكون للوقوف على آخر الكلمة، هذا صحيح، لكن أيضا هناك شيء يوضح الأمر تماما. تفضل يا شيخ. التاء أصلية في بيت. التاء هنا ليست تاء تأنيث، هذه التاء جزء من الكلمة. نعم. أصل في الكلمة، ونحن الآن العلامة التي تدل على فعلية الكلمة هي تاء التأنيث والساكنة. طيب لو قلنا شجرة، شجرة هذه تاء تأنيث وزائدة أيضا على الكلمة دالة على التأنيث، ومع ذلك شجرة كما نرى منونة، إذن هي اسم وليست فعل، فكيف صح أن نقول إن تاء التأنيث من علامات الأفعال؟ تفضل. هي أنها ليست ساكنة. أحسنت، هذه متحركة. نعم. والتي هي من علامات الأسماء تاء التأنيث الساكنة فحسب. أحسن الله إليكم. معنا اتصال لأستاذنك دكتور. تفضل. محمد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي محمد. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل تفضل. ألو. نعم نعم. كيف حالك الدكتور؟ في خير. لدي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، هل هناك علامة فارقة توضح لنا المبتدأ والخبر من المضاف والمضاف إليه مثل محمد مؤدب وجسم الإنسان؟ السؤال الثاني، هل تطبق أحكام تجديد؟ تقرأ يا محمد، تقرأ سؤالك الأول. أعد السؤال الأول محمد، وضح صوتك، ارفع صوتك. نعم. هل هناك علامة فارقة توضح لنا المبتدأ والخبر من المضاف والمضاف إليه مثل محمد مؤدب وجسم الإنسان؟ السؤال الثاني، هل تطبق أحكام تجديد على القراءة مثل من يحترس؟ واضح السؤال الثاني شيء. أي واضح. نعم. شكرا محمد. أما التفريق بين المبتدأ والخبر، أشكر ترى محمد على وضوح صغر سنه من اتصاله، ولعله يعني هو يعين من يسأل سواء كان السؤال منه أو يعين هو يتحدث باسم السائل، فعلى الأمرين تعجبني فيه جرأته على الحديث وصحة نطقه للأسئلة أيضا التي يقرأها. أسأل الله يزيده ومن يسمع توفيقه. يقول الفرق بين المبتدأ، التفريق بين المبتدأ والخبر والمضاف المضاف إليه. المبتدأ والخبر هذه جملة، والمضاف المضاف إليه ليست جملة. المبتدأ والخبر تركيب إسنادي عبارة عن كلمة أسندت إلى الأخرى فتكون منهما جملة كاملة، كاملة المعنى يحسن السكوت عليها فهي كلام. أما المضاف المضاف إليه ليست كلاما لأنه ما يحسن السكوت عليه، فعندما تقول عبد الله نعم لها معنى لكن ما اكتملت المعنى، لم تأتي بجملة أسند بعضها إلى بعض فكونت كلاما لا يحتاج السامع فيه إلى حديث آخر. ثم إن المبتدأ والخبر لهما إعراب لكونهما جزء من جملة، وأما المضاف المضاف إليه لا إعراب لهما في الأصل حتى يكونا في تركيب، فحينئذ نعربهما هل هما مبتدأ أو فاعل أو خبر أو غير ذلك. أما تطبيق أحكام التجويد في الكلام العادي، الأصل أن أحكام التجويد هي لضبط الكلام، ضبط كلام الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن، لكن لو أن إنسان قال من يفعل هذا فسوف أفعل فأتى مثلا بالإدغام في هذا فهذا سليم، لأن أصل التجويد إنما هو إعطاء الحرف حقه،
فأنت إذا أعطيت الحرف حقه حتى في كلامك المعتاد فهذا دليل اعتناء، مزيد اعتناء بالحرف. لكن لا يعني هذا مثلا أن تأتي بالمدود الطويلة في كلامك أو أن وتلتزم مثلا بعدد الحركات لهذا المد ونحوها، لأن هذا يخرج الكلام عن طبيعته ويخرجه عن مجيئه في سياقاته المختلفة وأدائه في المقام الذي يقتضيه. لكن الأصل أن أحكام التجويد هي إعطاء الحرف حقه، وهذا يكون في كل كلام عربي فصيح. نعم، أحسن الله إليكم. بقي معي دقائق معدودة فضيلة الدكتور، إذا هناك إضافة حول الساكنة نستعرض مجموعة من الأسئلة. طيب إن شئت ننهي الأمر، إذا كان فيه أسئلة تستوعب ما تبقى استمعنا للسؤال، لأني ظني أن ما يسأل عنه خير. طيب، خير كثير. هذا الأخ يعني كما ترى دكتور، الأخ عبدالعزيز الحربي يقول من السعودية، يقول هل هناك كتب مختصة بالحركات وأخرى بحروف المباني دون المعاني؟ آمل ذكر أهم هذه الكتب. حروف المباني دون المعاني، يعني الأصل أن الكتب التي تؤلف في الحروف، نعم، تعتني بحروف المعاني. نعم، لأن حروف المباني هي تلك الحروف التي لا تؤدي معاني مستقلة. أما حروف المعاني فهي مثل نقول مثلا أي حرف من حروف الهجاء، لما حروف المعاني فهي تلك الحروف التي تؤدي إلى كحروف الجر مثلا، حرف يفيد ابتداء الغاية، وحرف يفيد الاستعلاء، وحرف يفيد الإلصاق، وحرف يفيد الظرفية، فهذه حروف معاني. وعناية النحويين أو عناية العلماء في عصورهم مختلفة بهذه النوع من الحروف، لأنها هي التي يكون منها يعني يكون لها أثر في الكلام، يعني حروف المعاني وليس مجرد يعني تصل كلمة بكلمة. والكتب المؤلفة في حروف المعاني كثيرة، أذكر منها مثلا مغني اللبيب لابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأهاريب لابن هشام صاحب شارح الألفية، وأيضا حروف أيضا الجنة الداني ورصف المباني المالقي، كلها في حروف المعاني. لكن يعني حروف المعاني هي التي حصل لها اعتناء العلماء كثيرا لكونها تؤدي إلى معاني مختلفة، إذا استعملت في هذه المعاني اختلفت معاني الكلام نفسه. أحسن الله إليكم. لم يبقى معي إلا القليل من الوقت دكتور، تتكرمون بطرح سؤالي هذا الدرس. طيب، ثم نعم سأسأل فيما سبق وأقول، كيف قيل إن التثنية والجمع من علامات الأسماء وقد تأتي الأفعال دالة على التثنية والجمع كقولك ذهبا وأخذوا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، واجعل مثلا عندما نقول ال عندما ندخلها على أسماء الأسر، هل هذه حرف تعريف أو هي حرف زائد أو ماذا نقول فيها؟ أحسن الله إليكم. أستاذنك دكتور في نهاية هذه الحلقة في أن استعرض بعض الأسئلة التي لم نتمكن من يعني التطرق إليها، آمل أن يعاود الأخوة والأخوات التواصل معنا في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. هناك تواصل من الأخت أم إبراهيم من السعودية تسأل عن هل يسمح لنا بالإجابة على أسئلة الدكتور التي يطرحها أثناء. نعم يسمح بذلك، وسأتطرق إليها وسأشير إليها إن شاء الله. الأخ متعب الشهري من السعودية، وكذلك الأخت سلمى من مصر، رقية مصالح من السعودية، نبيل الأبياري سأل عن تعليق الشيخ على حروف القسم، آمل أن يعود كذلك التواصل معنا في حلقة الغد، أماني من السودان كذلك، وعلاء من مصر. لكل الأخوة والأخوات الذين لم نتمكن من استعراض هذه الأسئلة وهذه المشاركات، آمل التواصل معنا في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، وسنتمكن من عرضها على فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى أن يجزي ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي
الإسلامية خير الجزاء. أشكر الإخوة الطلاب الحاضرين معي في الاستوديو على حضورهم ومتابعتهم، ولكل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة أشكرهم شكرا جزيلا. حتى الملتقى إن شاء الله تعالى بكم في حلقة الغد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المكلفين يتعلمون.